هون تقريبا 600 ل 700 عائله تماما. 700 عائله؟ اي 700 مو عائله. اشخاص؟ عائله عائله كامله 700 عائله. 700 عائله الاغلبيه هلا بادلب وبتركيا. موست اوف ذيم ان تركي اند ادلب. طبعا هلا في كثير بدها ترجع عالم، بس ما لك في عالم حالته الماديه ما بتساعدهم، انا عم بيطلبوا منهم اسعار غاليه بالجاي. طبعا سيدي طبعا نوكي المسلحين عم بيطلبوا منهم اسعار غاليه بانه عم ياخذوا منهم كذا كذا كذا، يعني مبالغ عاليه. And they took many prisoners, huh? They took many prisoners. اخذوا كثير سجناء ما؟ اخذوا كثير عالم. اخذوا كثير عالم، ايه. أخذوا كثير عالم. وين كانوا يسجنهم هذول؟ كان عندهم عن تلة النمر هون عاملين سجن وبالمعبر. They took many people as a prisoner. They put them in area here is very close, it's called تلة النمر. And in مارت النومان. And what happened to those prisoners? شو صار مع هذول السجناء؟ شو صار معهم؟ في منهم لهلا هون عندهم. Still somebody with them. في لهلا منهم عندهم. في منهم قتلوهم صفوهم، في منهم تركوهم. Other people they killed other people. قتلوا كثير قتلوا. They killed many people from the prison. قتلوا لي ولد عمره 17 سنة. And they killed his son 17 years. هاي معلم بعد ما ضرب الحربة، إجت الضربة من الحربة، بعد ما ضرب الحربة انكب الكيماوي. من المسلحين من المسلحين رجال الحرب ضرب وقتها ضرب قذيفي عادي ايه عجيبي ايه يعني عادي ما ايه قوية ايوه بعد ما انضربت انكب الكيماوي مين كبوا يعني؟ المسلحين المسلحين he told me the Syrian Arab army they attacked by by arsenal just one time after that the arms group they attacked خان شيخون باي كيميكال. He told me the arms they attacked by chemical. They opened the chemical. Yeah. إنه المسلحين هم ضربوا المسلحين ضربوا إيه. Yeah, he told me the arms group استغلوا ضربة the arms group they attacked by chemical. The people here. بيته بعيد من هون شي 300 متر. عن فرع من الدولة؟ هون أبعد أنا. هاي الشغلة كانت محطوطة حط هوني. يعني بين الواقع يعني مصبوب عليها.